السلام عليكم ورحمة الله. معادنا مع شرح غرزة جديدة من غرز التيكو. الغرزة زي ما انتم شايفين شكلها جديد علينا، وزي ما عودتكم دايما اني بجيب لكم الغرز الجديدة وكمان تكون خطواتها سهلة وبسيطة. عندي العينة النهاردة بتتكون من مضاعفات العدد 4. عدد السطور عندي 4 سطور، يبقى السطور قليلة، كمان عدد الغرز عندي قليلة. الغرزة بتعتمد على غرزة الضفيرة بس من غير إبرة الضفيرة عشان يديني الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. أساسها خطوتين بنعملهم في السطور الخلفية، هنشوفهم مع بعض الطريقة في بقية الفيديو. اللي احنا شايفينه قدامنا ده الغرزة من الأمام. بالنسبة للغرزة من الخلف بتكون بالشكل ده. عندي شغل السطور الخلفية وشغل السطور الأمامية مشروح كله في الفيديو، يعني ال4 سطور هنشتغلهم كلهم، بس أهم حاجة نركز في السطور الخلفية. مرة تانية، العينة عندي بتتكون من مضاعفات العدد 4. عدد السطور عندي 4 سطور. الغرزة بتبقى شكلها رائع جدا في اللبس، تنفع لأي نوع من الملابس، ممكن أطفال ممكن كبار. ونبدأ في شرح الغرزة. بسم الله. هنبدأ الصدر الأول من السطور الأمامية. هنبدأ بإبرة 4.5 وخيط متوسط السمك. في عندي غرزة حفة في الأول وغرزة حفة في الآخر، ودولهم خارجين على نموذج العين. من اول هنا هنبدأ في نموذج العينة اللي بيكون عندي من 4 غرز. هشتغل 3 غرز بالغرزة العدل، بس كل غرزة هكون بلفتين مش بلفة واحدة. يبقى دي اول غرزة عملناها بلفتين. تاني غرزة هتكون برضو عدل بلفتين. تالت غرزة عدل بلفتين. رابع غرزة مش هشتغلها، هنقلها على الإبرة اليمين من غير ما اشتغلها. ناخد بالنا احنا ازاي بننقلها، والخيط لازم يكون خلف الشغل. يبقى ال4 غرز دولم هم دولم اللي هيتكرروا معايا حتى نهاية السطر. وبنختم بغرزة حفة. هنبدأ نكرر مرة تانية، غرزة عدل بلفتين، بعد كده تاني غرزة برضو هتكون عدل بلفتين، تالت غرزة عدل بلفتين، الغرزة الرابعة هننقلها والخيط يكون خلف الشغل. ناخد بالنا من الخطوة دي كويس. هنكرر للمرة الثالثة العينة. كده عندي نموذج العينة كده انتهت. كررنا 4 غرز وكده يكون السطر انتهى. بنقفل بغرزة حفة. والسطر الأول عندي من السطور الأمامية. بنكرر ال4 غرز زي ما احنا عايزين على حسب عدد الغرز اللي أنا هبدأ بيها الشغل. وكده ينتهي عندي السطر الأول من السطور الأمامية. السطر الثاني من السطور الخلفية، ونركز قوي في طريقة الشغل لأني أنا هعمل ضفيرة بس من غير إبرة ضفيرة. هنبدأ بغرزة حفة. من أول هنا هنبدأ في نموذج العينة. أول غرزة هشتغلها غرزة مقلوب. هاجي عند ال3 غرز اللي أنا عملت كل غرزة منهم بلفتين، هنقلهم كل غرزة بلفة واحدة على الإبرة اليمين. يبقى أنا كده نقلت 3 غرز. ناخد بالنا إن ال3 غرز هم دول من اللي هعملهم ضفيرة بس من غير إبرة الضفيرة. هدخل الإبرة الشمال في الغرزة التانية والغرزة التالتة. بعد كده اخرج ال3 غرز من على الابرة اليمين. هرجع ادخل الابرة اليمين في الغرزة الاولى اللي هي زي ما انتم شايفين اللي هي لوحديها، الابرة الشمال ما دخلتش في الغرزة دي، وارجعها على الابرة الشمال. وهبدأ اشتغل كل غرزة بالغرزة المقلوبة. يبقى احنا كده عملنا ضفيرة بس من غير ابرة الضفيرة. يبقى هي دي طريقة ال4 غرز. اول غرزة بتبقى مقلوب، والتلاتة التانيين برضو مقلوب بس على هيئة ضفيرة. هنكرر مرة تانية، غرزة مقلوب،
هاجي عند الثلاث غرز اللي هي عملناها بلفتين، هنقلهم بلفة واحدة بعد كده. هجيب الإبرة الشمال هدخلها بس في الغرزة التانية والغرزة التالتة، وبعد كده هخرج الإبرة اليمين من الثلاث غرز، يبقى أنا أصبح الغرزة الأولى لوحديها من غير إبرة. هرجع الإبرة اليمين بس في الغرزة الأولى، هدخل الإبرة اليمين في الغرزة الأولى، هنقلها على الإبرة الشمال، بعد كده هشتغلهم بالغرزة المقلوبة. ناخد بالنا ونركز في طريقة الشغل. كده أنا مش محتاجة إبرة الضفيرة علشان أعمل ضفيرة. هنكرر المرة الثالثة، هدخل الإبرة الشمال في الغرزة الثانية والثالثة، بعد كده هدخل الإبرة اليمين في الغرزة الأولى علشان أنقلها على الإبرة الشمال. هشتغلهم بعد كده كلهم بالغرزة المقلوبة. يبقى أنا بكرر معاكم العينة أكتر من مرة علشان يكون الشرح واضح. بنقفل السطر بغرزة حافة، وكده يكون عندي السطر التاني من السطور الخلفية. كده عندي انتهى. شفنا مع بعض طريقة شغله وكررناها 3 مرات. السطر التالت من السطور الأمامية شغله زي شغل السطر الأول بالظبط. هبدأ بغرزة حافة، هشتغل الغرزة الأولى عدل بلفتين، الغرزة التانية عدل بلفتين، الغرزة الثالثة هتكون عدل بلفتين. يبقى أنا اشتغلت الـ3 غرز، كل غرزة عدل بلفتين. هنقل الغرزة الرابعة، والخيط برضو بيكون خلف الشغل. هكرر الـ4 غرز. يبقى شغل السطر الثالث زي شغل السطر الأول بالظبط. وبكده يكون عندي السطر الثالث كده انتهى. كررت معاكم العينة 3 مرات، وشغل السطر الثالث زي شغل السطر الأول. وصلنا للسطر الرابع، وده آخر سطر عندي من سطور العينة. هنبدأ وهنشتغل غرزة حافة، بعد كده هنبدأ في نموذج العينة، وأول غرزة في الـ4 هنشتغلها مقلوب. بعد كده هاجي عند الـ3 غرز، هنقلهم كل غرزة منهم بلفة واحدة. انا كده نقلتهم، هعمل ضفيرة، والمرة دي هتبقى ضفيرة يمين. هدخل الإبرة الشمال في الغرزة الثالثة من في خلف الشغل وليس أمام الشغل. يبقى هدخل الإبرة الشمال في الغرزة الثالثة وكون بالوضع ده. بعد كده هخرج الإبرة اليمين من الـ3 غرز، أرجع مرة تانية الإبرة اليمين وأدخلها في الغرزة التانية والغرزة الأولى، وأرجعهم على الإبرة الشمال. بعد كده هشتغل الـ3 غرز، كل غرزة بالغرزة المقلوب. يبقى أنا شغلي السطور الخلفية قايم على الغرزة المقلوب بس بطريقة الضفيرة. يبقى كده الـ4 غرز عندي انتهوا. هنكرر الـ4 غرز زي ما احنا عايزين. هكرر معاكم المرة التانية طريقة شغل الـ4 غرز. اول غرزة بالغرزة المقلوب، 3 غرز بننقلهم من غير ما نشتغلهم على الإبرة اليمين. بعد كده بجيب الإبرة الشمال وادخلها في الغرزة الثالثة، وتكون خلف الشغل مش قدام الشغل. بعد كده بجيب الإبرة اليمين وادخلها في الغرزة الثانية والغرزة الأولى قدام الشغل، وأرجع الغرزتين على الإبرة الشمال، وهشتغل الـ3 غرز كل غرزة منهم بالغرزة المقلوبة. هنكرر مع بعض العينة لـ3 مرة.
نركز بس في وضع الإبرة الشمال علشان نقدر نعمل الضفيرة صح. دخل الإبرة الشمال في الغرزة الثالثة، في الغرزة الثالثة ويكون خلف الشغل، وبعد كده دخل الإبرة اليمين في الغرزة الثانية والغرزة الأولى قدام الشغل، ورجع الغرزتين على الإبرة الشمال. هشتغل الثلاث غرز، كل غرزة منهم بالغرزة المقلوبة. وهنقفل السطر بغرزة حافة، وكده يكون السطر الرابع عندي كده انتهى. السطر الرابع عندي من السطور الخلفية، وبكده يكون عندي العينة كده انتهت. وده الشكل النهائي للأربع سطور اللي احنا نفذناهم مع بعض. اشتغلنا السطور الأمامية والسطور الخلفية. بنكرر السطور من السطر الأول حتى السطر الرابع على حسب الطول اللي احنا عايزينه. بنضاعف العينة على حسب عدد الغرز اللي احنا عايزين نبدأ بيها الشغل. ده بالنسبة للعينة اللي احنا نفذناها في الفيديو، وده كانت العينة اللي احنا شفناها مع بعض. دي كانت بخيط سميك بإبرة 5.5، وده الشكل النهائي للعينة. انا نفذت معاكم العينة على نوعين من الخيط علشان تقدروا تقارنوا ما بين العينة بالخيط السميك والعينة بالخيط المتوسط السمك، وتقدروا تحددوا نوع الخيط اللي انتوا عايزين تبدأوا العمل. وكده يكون عندي العينة كده انتهت. أرجو أن يكون الشرح واضح والفيديو ينال إعجابكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.